اهلا بكم متابعي قناتي قناة نشوة للإنجليزية. النهاردة ان شاء الله معتنا مع جريد 2 الصف الثاني الابتدائي في كتاب اللغة الإنجليزية كونكت 2 second term الترم الثاني. Let's start unit 7 lesson 1. Its title Into the Countryside. عنوان unit 7 الدرس الاول فيه Into the countryside يعني إلى الريف. فضلاً ما تنساش الاشتراك سبسكرايب وفعل الجرس لكي يصلك كل جديد. نبدأ بسم الله. أول كلمة النهاردة في الدرس بتاعنا نبات plant. نحفظ الكلمة مع بعض نبات plant plant plant. لازم أقسم كل كلمة عشان أحفظها بـ-L ونضيف لها كلمة صغيرة اسمها أنت. كنا أخدنا قبل كده أنت اللي هي نملة بنحط بـ-L وكلمة أنت يبقى نبات plant. نبات plant plant plant. بعد كده عندي كلمة حديقة. حديقة والجنينة park. حديقة park 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 park. عشب او حشائش اللي هي الزرع الصغير اللي بيبقى في ارض الجنينه grass. حشائش grass حشائش grass. بعد كده نهر river. نهر river نهر river r i v e r. اقسمها r i v e r r i v e r r i v e r. نهر river نهر river. الكلمة اللي بعد كده شجرة tree. شجرة tree t r double e. شجرة tree شجرة tree t r double e. شجرة tree t r double e tree t r double e tree t r double e tree. كل الكلمات اللي أنا بقرأها دي خاصة بالريف اللي هو country side. زهرة flower. زهرة flower flower f l o ده أول جزء فيها أول مقطع فيها w e r f l o w e r f l o w e r flower. زهرة أو وردة flower. يبقى أنا عايزة على الكلمات تانية اللي هي الخاصة بالcountry side بالريف. أول حاجة plant 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 نبات plant. حديقة park. عشب أو حشائش grass grass grass. نهر river نهر river. شجرة tree شجرة tree tree. زهرة أو وردة flower flower flower. هنكمل باقي الفوكابلاريز باقي الكلمات بتاعت الليسن 1 الدرس الأولاني. الريف the countryside the countryside the countryside. الريف the countryside. اقسمها الكلمتين عشان احفظهم كلمة country وكلمة side. country side c o u n t r y c o u n t r y. دي كلمة country اول كلمة والكلمة التانية side s i d e. الريف the countryside الريف the countryside. جدة grandmother grandmother. جدة تيتا يعني grandmother grandmother g r a n d mother m o t h e r grandmother. جميل beautiful جميل beautiful beautiful p e a u t i b e a u t i f u l. جميل beautiful beautiful. سماء sky سماء sky 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 s k y sky s k y sky. سماء sky. قوسقصح rainbow rainbow rainbow. برضو بقسمها الكلمتين عشان احفظها rain اللي هي معناها مطر r a i n rain و بو p o w rainbow rainbow. قوسقصح rainbow rainbow. بعد كده مقعد bench مقعد bench مقعد bench b e n c h. لكل متابعي منهج connect 2 grade 2 بعد ما قرينا كلمات الليسن هندخل دلوقتي على الجرامر.
أول حاجة وأهم حاجة في درس بتاع النهاردة كلمة مهمة جدا اسمها there is. There is يعني يوجد للمفرد. There is يعني يوجد للمفرد. There is يعني يوجد للمفرد. لازم يجي وراها singular noun. singular noun معناها اسم مفرد. يبقى يوجد للمفرد there is. يوجد للمفرد there is. يوجد للمفرد there is. بيجي وراها singular noun يعني اسم مفرد. يعني حاجة واحدة بس مش اسم جمع. يبقى يوجد للمفرد there is. بيجي وراها اسم مفرد. تعالى ناخد example. عند الاكزامبل الاولاني there is a tree. there is a tree. there is a tree يعني يوجد شجرة. هنا there is معناها يوجد وبعد there is يجي وراها كلمة مفرد او اسم مفرد a tree يبقى شجرة واحدة. يوجد شجرة واحدة. الاكزامبل اللي بعد كده there is a bench. there is a bench يعني يوجد مقعد. there is يعني يوجد وديت يوجد للمفرد يعني بيجي وراها كلمة مفرد. يوجد للمفرد there is. يوجد للمفرد بيجي وراها كلمة مفرد مش كلمة جمع. there is a bench يوجد مقعد. يوجد مقعد. آخر example معايا there is a flower. there is a flower يعني يوجد وردة. there is a flower يوجد وردة. there is a flower. there is يعني يوجد. يوجد للمفرد طالما يوجد للمفرد يعني بيجي وراها كلمة مفرد a flower. يبقى الدرس بتاع النهاردة يوجد للمفرد يعني there is. يوجد للمفرد there is. يوجد للمفرد there is بيجي وراها كلمة مفرد مش كلمة جمع. وخد بالك ان يوجد للمفرد اللي هي there is دي بتعمل sentence بتعمل جملة اخرها full stop. طب انا عايزة اطلع من there is دي اعمل سؤال. هعمل سؤال ازاي؟ هنعكس بقى. هنعكس. هنبدأ السؤال بإز. هنبدأ السؤال بإز there. is there يعني هل يوجد. is there يعني هل يوجد. is there يعني هل يوجد. وطالما السؤال بادئ عندي هنا بإز يبقى الإجابة عندي تبقى يا إما بيس وينو وعملية المقص. تعالى نفهم أكتر يعني إيه. أنا النهاردة باخد كلمة اسمها there is. there is. there is. there is يعني يوجد للمفرد. دي في حالة الجملة العادية اللي أنا بكونها. طب افرض أنا عايز أطلع منها سؤال. بنزل is في أول الجملة أو أول السؤال. بنزل is الأول وراها there. يبقى معناها is there يعني هل يوجد. is there يعني هل يوجد. وبرضو is there بيجي وراها كلمة مفرد. والسؤال اللي بيبقى بادئ بإيس خدها قاعدة كده. السؤال اللي بادئ بإيس ده بيبقى معناه هل. السؤال أي سؤال بادئ بإيس معناه هل. يعني معناه هل يعني أنا لما أجي أجاوب بجاوب بيس أو نو وأعمل حاجة اسمها عملية المقص. يس أو نو وأعمل حاجة اسمها عملية المقص. خد الإكزامبل ده معايا وأنت هتفهم. السؤال الأولاني عندي Is there a river? Is there a river? معنى السؤال إيه؟ هل يوجد نهر؟ بص كده البيكتشر. Look at the picture. بص للصورة. طبعا دي صورة نهر. يبقى yes. يبقى السؤال اللي يبقى بادئ بإيز خدها قاعدة لكل متابعي منهج كونكت. أي سؤال بادئ بإيز إجابته يا إما yes يا إما no. وبعد يس او نو بنعمل حاجه اسمها عمليه المقص. عمليه المقص يعني انا بعكس. بعكس الكلمه الاولى هنا از رقم واحد. لا هنا في الاجابه تنزل تبقى رقم اتنين. ذير دي رقم اتنين تنزل هنا تبقى رقم واحد. بعد طبعا يس. يبقى ايه ذير ريفر؟ هل يوجد نهر؟ يبقى الاجابه يس ذير از. يس ذير از. طبعا السؤال متوافق مع الصور فنقول يس ونعمل عمليه المقص. بنزل ذير وراها از. طب اللي بعد كده السؤال اللي بعد كده خد بالك كمان من الصوره وركز معايا في الصوره. از ذير ا تري؟ معنى السؤال ايه؟ از هنا معناها هل. از ذير هل يوجد شجره؟ بص للصوره. لوك ات ذا بيكتشر. دي صوره شجره؟ لا مش شجره. فهنقول نو no. بعد نو وبعد يس نعمل الحاجة اسمها عملية المقص. إز هنا رقم واحد تنزل تبقى رقم اتنين. زير هنا رقم اتنين تنزل تبقى رقم واحد. خد بالك من حتة مهمة جدا. ايه هي؟ طالما انا كتبت الاجابة بنو يبقى لازم احط في اخرها نط.
كتبت الإجابة أولها نو، يبقى الإجابة آخرها نوت. كتبت الإجابة أولها نو خد بالك، يبقى آخرها نوت. يبقى نو ذير إزنت، نو ذير إزنت. Is there a tree؟ Is there a tree؟ هل يوجد شجرة؟ No there isn't. طب السؤال اللي بعد كده، آخر سؤال معايا. Is there grass؟ هل يوجد عشب أو حشائش؟ Look at the picture، بص للصورة. طبعا لأ، يبقى هنقول نو. لسه قايلين كتبنا الإجابة بيس أو بنو، بنعمل عملية المقص. إيه هي عملية المقص؟ إز هنا دي رقم واحد، تنس تبقى رقم اتنين. ذير رقم اتنين، تنزل تبقى رقم واحد. والإجابة أولها نو، يبقى هحط في آخرها نوت. نو ذير إزنت، نو ذير إزنت. يبقى أسئلة إيه ذير، أسئلة إيه ذير هل يوجد، أسئلة إيه ذير هل يوجد، بتجاوب بيها يا إما بيس ذير إز، يس ذير إز، أو نو ذير إزنت. يس ذير إز ده في حالة إذا كان الشيء موجود فعلا بالصورة، يبقى يس ذير إز. لو الشيء مش موجود بالصورة يبقى no there isn't. وخد بالك الإجابة اللي أولها no أخرها not. وزي ما عودناكم بعد انتهاء شرح الدرس بندخل على براكتس صغير كتدريب اللي احنا قلناه وشرحناه. ياريت تشجعونا بسبسكرايب وتفعيل الجرس. نبدأ بسم الله. السؤال الأولاني listen and circle. طبعا ده سؤال listening، سؤال استماعي، مفروض ان الكلمة بتتقري وبعد كده احنا بنبص على الصورة المناسبة ونعمل عليها circle، دايرة. الكلمة الاولانية rainbow، rainbow. طبعا احنا خدنا rainbow قوس قزح، بنبص على صورة rainbow بطت circle around it، بنحط دايرة حواليها. number two river، river اخدنا river يعني نهر. picture number one بطت circle around it. نمبر 3 جراس، جراس اللي هو الحشائش او العشب، هو الزرع الصغير اللي بيبقى في ارض الحديقه اللي هو ده. بوت سيركل اراوند ات. السؤال اللي بعد كده لوك ريد اند ماتش، لوك ريد اند ماتش. عندي ثلاث كلمات، بقرا الكلمات واعمل لها ماتش بالصوره بتاعتها. نمبر 1 سكاي، صوره السماء. طبعا صوره السماء اهي نوصلها بسكاي. نمبر 2 بلانت، بلانت نبات، ماتش نعمل توصيل. نمبر 3 بنش مقعد، بنوصلها بالمقعد. السؤال اللي بعد كده لوك اند سيركل، بنبص للصوره، بص للصوره واختار لها رايت وورد، كلمه صحيحه. دي صوره نهر، نهر يعني ريفر. طبعا بوت سيركل اراوند ريفر. نمبر 2 دي صوره جده، طبعا جده جراند فادر اور جراند ماذر، طبعا جراند ماذر هي دي الكلمه الصحيحه. بعد كده صوره ايه، بارك أو تري، دي صورة بارك حديقة. آخر صورة عندي دي صورة سماء سكاي، سماء يعني ريفر أو سكاي، سماء سكاي هي الكلمة الأخيرة. نبص على السؤال اللي بعده لوك ريد أند تيك، هنقرا ونبص للصورة ونختار الرايت سنتنس، الجملة الصحيحة بتاعتها. طيب إز يور فلاور، إز يور فلاور. هل احنا خدنا النهارده سؤال بادئ بيس معناه هل، is there يعني هل يوجد، بتجاوب عليه يا اما بيس او نو على حسب الصوره اللي موجوده. is there a flower، is there a flower، هل يوجد ورده. yes there is، هي دي الاجابه اللي هنختارها، دي the correct answer. number 2 is there a river، يعني هل يوجد نهر. is there a river، هل يوجد نهر. طبعا الاجابه دي غلط طبعا، فهنقول ايه، no there isn't. ولاحظ الإجابة اللي أولها نو أخرها نوت. السؤال نمبر 3 رقم 3 is there a bench، is there a bench، هل يوجد مقعد. الإجابة صحيحة، يبقى yes there is. نمبر 4 is there a rainbow، is there a rainbow، هل يوجد قوس قزح. طبعا ده مفيش قوس قزح هنا، فطبعا هنختار الإجابة no there isn't. اخر حاجه عندي بعمل انسكرامبل او زي ريارنج كده للحروف اللي عندي. عندي صوره شجره، اخدنا شجره يعني تري، حروفها تي ار دبل اي، بنزل التي واشطب عليها. خد بالك من الحته المهمه اللي انا هقولها دي، الحرف اللي انت هتاخده تنزله وتشطب عليه، الحرف اللي انت اخدته تشطب عليه. اخدنا التي نشطب على التي، اخدنا الار
ونزلناها نشطب عليهم، اخذنا الدبل اي نشطب عليهم وننزلهم. يبقى في السؤال بتاع انسكرامبل، انسكرامبل او نرتب الحروف عشان تطلع الكلمه الصحيحه بتاعتنا، الحرف اللي انت بتنزله تشطب عليه. بعد كده عندي صورة حديقة، حديقة يعني بارك، زي ما بتنطق الكلمة اكتبها با با بي، بشطب على البي انزله، اي يشطب عليه وينزل، الار اشطب عليه وانزله، وبعد كده اخر حرف في بارك الكي زي ما هي باينة في النطق. اخر سؤال طبعا صورة سماء يعني سكاي، سكاي اس كي واي سكاي، سماء يعني سكاي. هاخد حرف الاس اشطب عليه وانزله، حرف الكي اشطب عليه وانزله، هتبقى عند حرف الواي انزله. عندي النهارده في الترم الثاني من سنه ثانيه ابتدائي يونت 7، واليونت كان بيتكلم عن انتو ذا كانتري سايد. انتو ذا كانتري سايد يعني الى الريف. يا رب تكونوا استفدتوا من درس النهارده، منتظر دعمكم لقناتي، قناة نشوى الإنجليزية، باشتراك سبسكرايب وتفعيل الجرس، وبالتوفيق إن شاء الله.